السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. اليوم معي دوج تشارجر فئة الارتي، محرك 5.7 لتر وارد ظفار للسيارات، طراز 2022. خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذا التقرير للتعرف على المواصفات والأسعار. في بداية هذه التغطية نتعرف على مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع LED مع LED النهاري، إشارات الانعطاف مدمجة مع LED النهاري، كشافات الضباب أيضا من نوع LED، حماية جوانب الصدام الأمامي باللون الأصفر، تصميم شبكة تهوية مع مسمى الدوج، كتب تصميم رياضي أسفل الصدام الأمامي، وموجود على البونيت فتحة تهوية خاصة للمحرك. الإطارات مقاس 245 على 45، أما مقاس رنجات 20 باللون الفضي. مسمى هامي بحكم الماكينة اللي موجودة على فئة الRT. هذه هي المرايا الجانبية اللي عليها مواصفة تحذير النقطة العمياء مع إضاءة بداخل المرايا. خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب. فئة الRT يتوفر عليها فتحة السقف. وهذه خلفية الدوج تشارجر مثل ما تشوفون. الإضاءات الخلفية من نوع LED والإضاءات متصلة بشكل جميل جدا. طبعا الجناح الخلفي موجود. خلفية التشارجر روعة بكل أمانة. 4 حساسات ركن على الصدام الخلفي، ومنطقة اللوحة بتكون على الصدام. منفذين عادم أسفل الصدام يصدران صوت رياضي. وهذه كاميرا الرؤية الخلفية. أفتح الآن الشنطة نشوف مساحة التحميل. مساحة الشنطة تقدر ب 467 لتر. المساحة تعتبر جيدة جدا. إضاءات داخلية بداخل الشنطة صفراء عن اليسار وعن اليمين، وأسفل هذا الغطاء موجود إطار السبير الاحتياطي مع عدة فك وتركيب الإطارات. الصدام الخلفي عليه فتحات تهوية حقيقية لزيادة الأيروديناميك، وعلى جوانب الصدام موجودة إضاءات تنبيه ليلية باللون الأحمر. محرك فئة الRT من نوع الهيمي، مكون من 8 اسطوانات بسعة 5700 سي سي 5.7 لتر. هذا المحرك يولد قوة 370 حصان والعزم 535 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الخلفي، وهذه الماكينة تقبل بنزين 1.91. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين مساعدات رفع البونيت تلقائية. هذا معدل استهلاك الوقود. اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 10 كيلو و500 متر، والتقييم سيء جدا، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر. مستوى راحة الركوب في مقعد الصف الخلفي تعتبر ممتازة. وبالنسبة لمساحة الجلوس، هذه هي المساحة بيني وبين مقعد السائق، المساحة تعتبر متوسطة الوسع. مواصفات ركاب الصف الخلفي، فتحات التكييف موجودة مع مواصفة تدفئة جانبي مقعد الصف الخلفي مع منفذين USB لشحن الهواتف. تنجيد المقاعد من الجلد باللون الأحمر والأسود، والمقاعد مخرمة. وهذه هي التكاية، التكاية عليها حاملات الأكواب مع مساحة للتخزين. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي.
الإضاءات الداخلية صفراء موجودة على جوانب السقف، مقعد السائق بتحكم كهربائي وعليه مواصفة الذاكرة، ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم كهربائي. أسمعكم الآن صوت تشغيل التشارجر RT، وطبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله ما شاء الله. السيارة عليها إكزاست سيستم، بهذه الحالة ما نقدر نقيم مستوى العزل. المواصفات الداخلية كالتالي: عجلة القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الفضي والكروم، شيفتنج بدلز تبديل الجير خلف عجلة القيادة. طيب، هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة، وهذه أزرار تصفح معلومات شاشة العدادات، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية Voice Command. هذه عدادات تشارجر، السرعة القصوى 260 مع شاشة معلومات تتوسط العدادات. المعلومات الموجودة على الشاشة: السرعة الرقمية، قياس ضغط الإطارات، حرارة سائل التبريد، حرارة صندوق الدروس الجير، حرارة الزيت، ضغط الزيت، عمر الزيت الافتراضي، قوة البطارية، حرارة هواء المحرك. هذه عدادات الأداء اللي يحبون يستخدمون السيارة بداخل الحلبات: معدل استهلاك الوقود، قراءات متعددة للاستهلاك، هذه معلومات الرحلة، معلومات الجهاز السمعي، الرسائل التنبيهية، ومجموعة الإعدادات المتقدمة. وبس، هذه كانت أبرز المعلومات الموجودة على شاشة عدادات الدوج تشارجر. هذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس، مقاس 8.4 إنش. هذه الشاشة مزودة ببرنامج الأبل كار بلاي. محتويات هذه الشاشة: عندنا تدفئة وتبريد مقعد السائق والراكب الأمامي، مرآة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي، وعندنا أيضا خريطة الملاحة اللي هو النافيجيشن. هذه هي خريطة الملاحة. اتصال الهاتف بالشاشة عن طريق البلوتوث، وهذه مجموعة الإعدادات، إعدادات الجهاز السمعي والشاشة وغيرها من الإعدادات، مواصفة تسخين عجلة القيادة، وعندنا أيضا التحكم بالتكييف عن طريق الشاشة، تشغيل، اختيار سرعة المروحة، والمناخ مستقل للسائق والراكب الأمامي. طيب، هذه هي خيارات الجهاز السمعي. الجهاز السمعي مكون من 6 مكبرات صوت. أحط الآن الجيريوس، نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية. هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الإرشادية. طيب، ننتقل الآن للأسفل. هذه مجموعة التحكم بالجهاز السمعي، وضعية القيادة الرياضية سبورت، وهذا نظام السوبر تراك، التحكم بأنماط القيادة كما نشاهد الآن على الشاشة، التحكم بنمط القيادة الرياضي أو الافتراضي مع اللانش كنترول. هذه المواصفات تستخدم على حلبات معينة وليس في الطرقات. عندنا إطفاء الحساسات، وعندنا أيضا مانع الانزلاق تراكشن كنترول، التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا، والمناخ مستقل للسائق والراكب الأمامي، التشغيل عن طريق الوضعية التلقائية أوتو، طيب، وموجود بالأسفل منفذ طاقة 12 فولت، جير السيارة أوتوماتيك من 8 سرعات، عصا الجير مكسوة بالجلد، والجير قابل للتبديل مانيوال.
عندنا هنا مساحة نقدر نحط عليها العملات المعدنية، وأسفل هذا الغطاء حاملات الأكواب، وهذه هي السدة. السدة بداخلها منفذ طاقة 12 فولت، بالنسبة لسلامة وحماية الركاب الدوج تشارجر يتوفر عليها الوسائد الهوائية الكاملة الأمامية والجانبية والستائرية. المواصفات عن يسار السائق: تشغيل وأطفاء المصابيح الخارجية، التحكم بالإضاءات الداخلية وإضاءات العدادات مع فتح الشنطة الخلفية، عجلة القيادة في فئة الRT بتحكم كهربائي، مكابح التوقف على الدوج تشارجر راح تكون عن طريق الدعسة، وعلى باب السائق فتح وإغلاق النوافذ، جميع النوافذ يفتح ويغلق بلمسة واحدة، التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية، المواصفات الموجودة بالأعلى مرآة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي، وهذا بيت النظارة، الإضاءات الداخلية صفراء، التحكم بفتحة السقف، هذه شماسة السائق عليها المرآة مع إضاءات صفراء مزدوجة، ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي، وبالأخير هذا هو الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. وبس، هذه كانت الدوج تشارجر فئة الRT طراز 2022 وارد ظفار للسيارات. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة: 21,000 ريال عماني، أي ما يعادل 205,180 ريال سعودي، أي ما يعادل 54,630 دولار أمريكي. ويشمل الدوج تشارجر ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا. نسيت أصور لكم، هذه مواصفة ذاكرة مقعد السائق. هذا شكل ريمونت السيارة: فتح إقفال مع فتح الشنطة الخلفية مع جهاز الإنذار، وبالتأكيد السيارة عليها مواصفة التشغيل عن بعد، لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة، القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للدوج تشارجر فئة الRT طراز 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.